أصول الفقه، درسناكم أصول الرأي. فلما قال عمر بن الخطاب اتهموا الرأي على الدين، فيكذب أحدهم الكذبة على الله ثم تصير دينا. والله يا أخوان سمعت رجلا مما يسمى بفقهاء الأصول يعني الأصوليين بيشرح قاعد في مسألة القياس، اسمع ما أخطر هذا القياس. طبعا القياس عند عمر بن الخطاب شو اسمه؟ مكايلة. تعرف لما واحد اللي بعيد عنك يمسك كيلة بتزيد بحط على هون بحط على هون، تعرفوها المكايلة. فهذه عند عمر، عند الشباب وراء رأس الدين. طيب فبيقول ففي مسائل ليست في هذا النص ولا في هذا النص، يعني لا حلالا ولا حراما، فنقيسها، اسمع، على هذا أو على هذا، اسمع، ثم هذا الناتج من القياس أنا أسميه سفاح. هذا الناتج سفاح، هو بده يقول اسمع، ثم نقول على هذا القياس هذا خطاب الله للناس. كذب البعيد. طيب ده أكمل معاك يا شاطر، اسمع، هذا خطاب الله للناس، ده كله الآن هذا القياس يحتمل الخطأ. نعم، فكأنه قال خطاب الله للناس يحتمل الخطأ، صح؟ طيب ترجع غدا عن قياسك كما رجع الشافعي وابو حنيفة ومالك وأحمد وفلان عن بعض أقاييسهم، قال نرجع، فترجع عن خطاب الله. قال أحدهم، اسمع ما اخترع الكلام حتى ينتفع الأميون، فقال أحدهم اللي هو الجويني، اسمع، قال معظم الشريعة من الاجتهاد. طبعا والاجتهاد ظن ولا يقين؟ ظن. طيب فهو بيقول معظم الشريعة من الاجتهاد يعني من الظن. ليه؟ بيقول لأن النصوص يعني القرآن والسنة لا تفي بعشر معشار الشريعة. عشر معشار يعني واحد على مية. هذول علماءكم وهذول كبراءكم، وكبيرنا كبير موسى بن عمران، وكبير عيسى بن مريم، وكبير أبيه إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كبراءنا، ثم من بعده صديق، وصديق فاروق، وشهداء ما بدلوا ملته ولا دينه، نتبعه ونتبعون ونستمسك وتحدث